ماذا يفعلون؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي. متى الغداة؟ الغداة بعد صلاة الفجر. الغداة متى؟ بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ودوام والمدرسة والاستعداد وكذا. اصبر نفسك، قل ليس الآن هذا الوقت، الآن ما عندي هذا الوقت، أنا لا أستطيع. طيب، والعشي متى وقت العشي؟ نعم نعم، بعد صلاة العصر الذي هو وقت الأصيل. طيب، وقت الأصيل، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقت الغروب هذا الوقت كذلك هو الأصل. الأصل أن الأمة، وجود المسلمين في المسجد بعد صلاة الفجر، الأصل أنه لا، أن وجودهم قبل صلاة المغرب لا يختلف بحال من الأحوال عن وجودهم بعد صلاة الفجر. ولكن إلى الآن الأمة يعني بدأت عندها صحوة في جانب واحد، وهو مسألة الحلق التي بعد صلاة الفجر. تجد كثيرا من المساجد فيها حلق، وفيها يجلس فيها الذاكرون لله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، لكن هل المشهد نفسه يعني موجود قبل الغروب؟ للأسف ما زال هذا المشهد غير موجود. تجد أن أكثر المساجد في مختلف بقاع العالم الإسلامي قبل الغروب المسجد ليس فيه أحد، أول من يدخل إليه في الأغلب من؟ مؤذن. حتى المؤذن متى يدخل؟ يدخل يمكن بعض الأحيان بقيت ثواني، زين يعد الثواني حتى يدخل ويؤذن. صلى الناس صلاة المغرب وانفض السامر، ذهب كل واحد في عمله. لماذا؟ لأن الشيطان في هذه الأوقات بالتحديد يعني يكون يجند جنودا، يرسل جنودا كثيرين حتى الإنسان لا يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. عدم صحبة الصالحين على إطلاقها والغفلة عن الذكر في هذين الوقتين المباركين تحديدا، ما نتيجته؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن ترك الذكر سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الانغماس في زينة الحياة الدنيا.